أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. نظمت وزارة الثقافة والسياحة والآثار ندوة عن أدب الطفل وتأثير هذا الأدب على سلوكياته في الحياة اليومية. تفاصيل أكثر راح تكون مع هدي الجمال. مسرح الطفل احنا عندنا تجربة رائعة، ولكن بالحقيقة لا نمتلك جمهور مسرحي، لأن العروض المسرحية اللي المفروض توصل لأطفال العراق سواء كانوا ببغداد أو بالمحافظات أو بالمدن الأخرى ما نقدر من منا يستطيع أن ينكر ما للأدب بأنواعه المتعددة من دور في تنمية الإبداع وبناء الشخصية لدى الطفل وتعزيز قدراته. من هنا نظمت وزارة الثقافة والسياحة والآثار ندوة ثقافية مع مركز الدراسات والبحوث ودار ثقافة الأطفال وشعبة جائزة الإبداع، حملت عنوان أدب الطفل وأثره في تنمية الإبداع. اليوم هذه هي الندوة ضمن سلسلة من الندوات التثقيفية لعالم الطفولة. اليوم عدد من المختصين في التأليف والإخراج والدراما الخاصة بالطفولة استعرضوا أهمية ثقافة الطفل على الإبداع ودور المؤسسات الثقافية المختلفة بذلك، ودور المدرسة، وكذلك دور الأسرة ودور الأم أيضا مهم جدا في تنمية القدرات الإبداعية للأطفال. حقيقة هذه جاءت الندوة يعني ونحن نعيش هاي حالة الانسلاخ عن الواقع الثقافي الموجود في المجتمعات العراقية والعربية، أثر يعني شيوع وحالات وسائل التواصل الاجتماعي، ونحاول أن نؤسس ونرسخ لقضية مهمة جدا، هي قضية الثقافة وأدب الطفل وأثرها في تكريس الواقع الثقافي الاجتماعي المعروف لدى المجتمعات العربية، ونحاول بجهود سواء كانت ثقافية مدعومة من قبل وزارة الثقافة التي تقوم بها دار ثقافة الأطفال، ومن ناحية النظرية والعلمية عن طريق مركز الدراسات والبحوث. المنظمون اعتبروا أن بناء مجتمع صحيح يبدأ من الطفل، مؤكدين أننا إذا استطعنا تحقيق ذلك سننتصر ونتغلب على جميع التحديات، لأن الطفل هو مستقبل الأمة. طبعا ثقافة الطفل تشمل كثير، تشمل القراءة للطفل، تشمل مسرح الطفل، تشمل شعر الطفل، القصة، السيناريو، كل هاي الأشياء هي تدخل ضمن ثقافة الطفل. سينما الطفل أيضا، طبعا ثقافة الطفل من الأشياء المهمة جدا، وهو هذا جل عمل دار ثقافة الأطفال. طبعا ندوتنا اليوم يقيم مركز الدراسات والبحوث بالتعاون مع دار ثقافة الأطفال. قلنا أنه ثقافة الطفل مهمة جدا، بدءا او ثقافته طبعا تبدي بدءا من الاسره. الطفل من هو طفل رضيع تبدي احنا كاسره نمنع عنده الاشياء الثقافيه التربويه، يبدي ينمو على قصص امهاتنا، قصص الامهات، قصص الجدات. هاي القصص بحد ذاتها هي قصص ثقافيه للطفل. يعني انا اكتب للطفل من 6 الى 9، من 9 الى 12، لازم كل مرحلة أعي خصوصية هذه المرحلة، حجم المفردات وطبيعة المفردات التي ترسخت في هذه المرحلة. الطفل يولد بقدرة طبيعية على الإبداع، لكن ذلك لا يتطور تلقائيا إن لم تسانده بيئة مساعدة، وهذه القدرة قد تختفي أو تتحول لأشكال سلبية في ظل البيئة غير الداعمة. لبرنامج صباح خير يا عراق، هدي الجمال العراقية.